السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. ان شاء الله في الفيديو ده هنعرف مع بعض افضل توزيعة تدخل بيها لعالم لينكس. افضل توزيعة من رأيي ورأي كتير غيري هي توزيعة لينكس مينت، وده راجع لكذا سبب. اول حاجة لانها اخف، تاني حاجة لانها اسهل، تالت حاجة لانها غير متطلبة. اخف لانها خفيفة على موارد الجهاز، مش محتاجة جهاز قوي. اسهل لانها سهل التعلم عليها، وده راجع لأن الواجهة بتاعتها قريبة من واجهة ويندوز. غير متطلبة لأنها بتشتغل على أي كمبيوتر أيا كانت مواصفاته من غير أي مشكلة. متطلبات التوزيع، هنا متطلبات التوزيع عند أي حد. بالنسبة للرام على الأقل يبقى جيجا، ويفضل إنها تكون 2 جيجا. وبالنسبة لمساحة التخزين على الأقل تبقى 10 جيجا، ويفضل إنها تكون 15 جيجا، ولو أعلى من كده شوية يبقى أفضل. بس كده، هي دي متطلبات التوزيع بس عشان تثبتها، يعني حرفيا بتشتغل على أي جهاز. إن شاء الله هتلاقوا رابط تحميل التوزيع في الوصف، وكمان قريب هشرح طريقة تحميل وتسطيب التوزيع. وبس كده وصلنا لنهاية الفيديو، وعرفنا مع بعض أفضل توزيع تدخل بيها لعالم لينكس، وكمان عرفنا متطلباتها. طبعا لو أي حد عنده سؤال يكتبوا تحت في التعليقات، وإن شاء الله هرد عليه في أقرب وقت. السلام عليكم.